رفع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية تقديراً لدعم جلالته المتميز للمنظمة. واستقبل معاليه بمكتبه صباح الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة السيد جاستن هيكس، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جليلاً لبلاده، وبحضور سادة النواب علي العرادي وعيسى الكوهجي، حيث رحب معاليه بتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ومشيداً بعمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين. كما استقبل معاليه سعادة السيد ألك كومار سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين، وبحضور النائب عبد الرحمن بومجير رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب خالد الشاعر، والنائب أحمد قراطة، حيث أشار معالي الرئيس إلى أن العلاقات البرلمانية البحرينية الهندية ستشهد المزيد من التعاون بين الجانبين، ومقدما الدعوة لرئيس البرلمان الهندي لزيارة مملكة البحرين وتفعيل لجان الصداقة المشتركة على مستوى المجلس والأمانة العامة. وعلى صعيد متصل استقبل معالي في ذات اليوم سعادة السيد تيري رود رئيس المعهد الدولي للسلام، وبحضور النائب عبد الرحمن بومجير رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب خالد الشاعر، والنائب أحمد قراطة، والسيد نجيب فريجي مدير معهد السلام الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة كاميلا ريكستن رئيسة العاملين بالمعهد الدولي للسلام، حيث أكد معاليه أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج المشتركة مع المعهد الدولي للسلام وتفعيل دور المؤسسات البرلمانية وإبراز منجزات مملكة البحرين. من جهة أخرى اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب عبد الرحمن بوعلي لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إعفاء جميع المواطنين المستحقين للمساعدة الاجتماعية وعلاوة دعم الأسر محدودة الدخل من جميع الضرائب. هذا وقد وافقت اللجنة على تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس اللجنة لإعداد بند الاستنتاجات والتوصيات حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة سعادة النائب عباس الماضي رئيس اللجنة، حيث استمرت اللجنة في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. كما عقدت اللجنة البرلمانية النوعية للشباب والرياضة اجتماعها الدوري برئاسة سعادة النائب دكتور علي بوفرسن. من جهة أخرى كرم مركز البحرين للتدريب البرلماني المشاركين في عدد من الدورات التدريبية لعام 2017 بحضور سعادة الأمين العام لمجلس النواب عبد الله بن خلف الدوسري والسادة الأمناء العامين المساعدين ياسر الشيراوي وراشد بنجمة. كما شاركت الأمانة العامة للمجلس في معرض التوظيف والتدريب الذي أقيم في جامعة العلوم التطبيقية. تأتي مشاركة مجلس النواب اليوم في معرض التوظيف والتدريب تجسيداً لاستراتيجية المجلس القائمة على التواصل. مجلس النواب دشنا مؤخراً برنامج الثقافة البرلمانية للشباب الذي يهدف إلى رفع الوعي بالثقافة البرلمانية وتوضيح اختصاصات مجلس النواب. عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه يوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة العضو السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وصرح فخرو بأن اللجنة الفنية الفرعية استلمت الرد الحكومي على المبادئ العشرة التي توافقت عليها اللجنة في اجتماعات سابقة، وسيتم الاجتماع مع الجانب الحكومي في القريب العاجل لمناقشة وجهة نظرهم حولها للتوصل إلى توافقات بشأنها. كما عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة سعادة النائب عادل العسومي لمناقشة المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، والذي تقرر خلالها الموافقة على المرسوم بقانون ورفع التقرير النهائي بشأنه. إلى ذلك عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها برئاسة سعادة النائب عبد الله بن حويل لمناقشة مشروع قانون بإلغاء المادة رقم 353 من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 15 لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. كما تدارست اللجنة عددا من المشاريع بقوانين والمقترحات المدرجة على جدول أعمالها.
حتى سلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبهذه المناسبة أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن دعم المجلس للتوجيهات الرامية إلى ضرورة نشر القيم الداعية إلى السلام والتسامح بين جميع الأديان والطوائف والتأكيد على اللحمة الوطنية. من جانب آخر، عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة صاحب المعالي أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث استعرض المجلس عددا من الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة، ثم عددا من الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزيري التربية والتعليم ووزير الإسكان، كما ناقش المجلس عددا من المشاريع بقوانين وأقر عددا من الاقتراحات بقوانين. طبعا ما في شك اليوم نحن ننظر إلى المنشآت التعليمية الخاصة في مملكة البحرين على أنها أيضا تكون متوازية مع التطور العمراني داخل مملكة البحرين، ولذلك كان جابت وزير التربية والتعليم بشأن الشروط الخاصة بالمدارس التعليمية الخاصة كانت متوافقة مع متطلبات العمل التعليمي، وأعتقد أنها في طريقها الصحيح. تقدمت بسؤال برلماني إلى سعادة وزير الإسكان حول عدد الطلبات الموجودة للإسكان في هذه المنطقة، والتي تشمل اللوزي وكرزكان والمالكية وصدد وشهركان. جاءتني الإجابة شافية وكافية، ولكن هناك بعض الوقفات التي أوقفتني. قدمت اليوم في الجلسة سؤال سعادة وزير التربية والتعليم حول أعداد البحرينيين اللي تم توظيفهم في وزارة التربية والتعليم، وحصلت إجابة يعني شبه مقنعة من الوزير بأعداد من تم توظيفهم، وسألت عن أسئلة من تم توظيفهم من الأجانب من غير البحرينيين، وطبعا حصلت إجابة منه. وأتمنى من وزارة التربية والتعليم تهتم للكادر البحريني، لأن اليوم كادر البحريني هو العنصر الأساسي. عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها برئاسة سعادة النائب ماجد الماجد، حيث أقرت دستورية 4 موضوعات وناقشت مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين. كما عقدت اللجنة البرلمانية النوعية لحقوق الإنسان اجتماعها برئاسة سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد، حيث أكدت أنها تعد دراسة تفصيلية للرد على ادعاءات منظمة العفو الدولية، مشيرة إلى أنه من حق الدول مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحفظ أمنها واستقرارها. إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات اجتماعها برئاسة سعادة النائب عباس الماضي، حيث ناقشت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. من جهة أخرى، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب فعالية صحية بالتعاون مع مركز نيوتريشن، شارك فيها عدد من السادة النواب ومنتسبي الأمانة العامة. وحول فعاليات يوم الخميس، عقدت هيئة المستشارين اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور صالح الغثيث، كما واصلت الأمانة العامة مبادراتها التشجيعية للموظفين بالسحب على جوائز أسبوعية تشجيعية.